اهلا بيكم من جديد، ورجعنا لكم مره تانية في اول فقراتنا النهارده. هتكون ضمن فقرات استعراض الكتب والاعمال الادبيه المشاركه في معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 52. والنهارده هنكلمكم عن كتاب مهم جدا، هنعرف من خلاله تفاصيل كانت بالنسبه لنا مجهوله، وبالنسبه لحياه المشاهير الراحلين حاجات كتيره احنا ما نعرفش عنها حاجه، جوانب انسانيه ومواقف وسيره على لسان ابنائهم واحفادهم، واللي احتاج وقت كبير جدا الكتاب ده لاعداده وخروجه للنور. معانا النهارده الاستاذه زينب عبد الله، الكاتبه الصحفيه ومؤلفه كتاب في بيوت الحبايب. صباح الورد على حضرتك. صباح النور. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. الحقيقه الكتاب يعني اسمه وفكره انك شخص مش موجود دلوقتي في عالمنا ورحل عنا وليه اسرار احنا ما نعرفهاش، الحاجات دي بتبقى زي ما بيقولوا اتراكتيف قوي لينا، بتشدنا قوي. فخليني الاول اسالك، ليه قررتي تعملي كتاب زي ده؟ هو في الحقيقة أنا بدأت رحلة الكتاب دي من 4 سنين. كنت بشوف كتير من المعلومات عن نجوم ومبدعين أثروا حياتنا الفنية، ولحد النهاردة بناخد من تراثهم وبنشتغل عليه وبنسمعه وليهم محبة كبيرة عند الناس. ورغم كده المعلومات المتداولة عنهم في كتير من المعلومات مغلوطة أو يعني مشوهة أو ناقصة، يعني محدش يعرفها. فانا قررت من 4 سنين ان انا اجيب المعلومات موثقه من داخل بيوتهم، عايشين ازاي، في جوانب في حياتهم غامضه، يعني قبل ما يظهروا في الاضواء وبعد انطفاء الاضواء عنهم، في فترات كده يمكن ما نعرفش عنهم حاجه، وحتى الفترات اللي اشتغلوا فيها كتير من المعلومات مغلوطه، حتى يمكن في تواريخ الميلاد، يعني اللي هي المعلومه البسيطه دي. فقررت من حوالي 4 سنين ابتدي الرحله. 4 سنين. 4 سنين. الرحله كان حصلتها حوالي 40 او 45 شخصيه، مستمره لحد دلوقتي، لان كل ما بعمل شخصيه بحس ان هو لا، في دين عندنا ناحيه هؤلاء المبدعين ان احنا نظهر الحقائق ونبين كانوا عايشين ازاي في بيوتهم، ايه الكواليس اللي احنا ما شفناهاش، ايه الحقائق اللي احنا بنشوفها، يعني بعض المعلومات الناقصه عنهم او المعلومات المغلوطه نصححها. فده دين يعني في رقبتنا ليهم، يعني بصرف النظر يعني ان احنا بيتم تداول معلومات كتير خاطئه عنهم. فبدات الرحله لقيتها فيها بقدر ما فيها من صعوبه وتعب وجهد، بقدر ما فيها من متعه واحساس بانك يعني بتعرفي سيره، بتعيشي حياه الناس دول في فترات مختلفه، بتشوفي تشابك العلاقات السياسيه ورجال السياسه مع اهل الفن مع اهل الدين، وازاي المجتمع كان عايش، ازاي الناس دول كانوا عايشين حياتهم خلف الاضواء وامام الاضواء، ايه الجوانب اللي احنا ما عرفناهاش. الكتاب برضو فيه مجموعه من الوثائق. عايزين بقى نعرف الجوانب اللي احنا ما عرفناهاش دي النهارده ان شاء الله. وهي يعني كمان يعني انا لما ببص كده على شخصيات حضرتك بتقولي يمكن اكتر من 20 شخصيه، يمكن اكتر كمان 45 يعني شخصيه. هو الكتاب خدنا فيه 20 شخصيه، لكن 45 شخصيه أكتر كمان من كده. لكن انا شايف يعني الاسماء، يعني بنيجي نتكلم على الشيخ محمد رفعت، الفنان عماد حمدي، الفنان محمد عبد المطلب، الفنانه زينات صدقي، الفنان عبد المنعم مدبولي، الفنان فؤاد مهندس، السيد النقشبندي، شخصيات فن يعني متعلقة بالفن ومتعلقة بالتلاوة وبالإنشاد. التوليفة دي يعني إيش معنى التوليفة دي، واختيار الشخصيات جاء بناء على إيه؟ هو اختيار الشخصيات جاء يعني يمكن دي من أكتر الشخصيات التي لا يختلف عليها، يعني اللي هي راسخين في وجداننا لحد النهاردة، يعني النهاردة كل الأجيال مرتبطة بالشيخ محمد رفعت اللي توفى يمكن من 70 سنة، وعمره في الإذاعة مثلا يعني حوالي مثلا من سنة 39 لسنة من سنة 34 لسنة 39. الناس لحد النهاردة مرتبطة بالشيخ محمد رفعت، الشيخ سيد النقشبندي، مجموعة النجوم اللي هي على مراحل مختلفة من الزمن، هتلاقي برضو في ارتباط كبير بيهم. يعني أنا شخصيا دول ارتبطت بيهم بشكل كبير، واعتقد ان يعني يمكن لا يختلف يعني عليهم. الارتباط ده كان جاي منين يعني؟ جاي من ابداعهم ومن تراثهم اللي عايش لحد النهارده، ومن صدقهم في فيما اعطوا. يعني هم كانوا صادقين جدا، وكان عندهم حياه سريه جدا جدا جدا، وكان عندهم يعني في الفتره دي في تشابكات حتى في العلاقات. يعني مثلا لما نشوف علاقه الشيخ محمد رفعت بنجيب الريحاني، لما نشوف علاقته باهل الفن واهل الفكر وفي الفتره دي، لما نشوف مثلا علاقه اهل الفن مثلا بالسياسه او ببعض الزعماء السياسيين، لما نشوف الفترات حتى اللي هم اشتغلوا فيها ازاي
اعطوا بلا حدود، لدرجه ان مثلا ممكن الواحد فيهم يكون عنده ابنه او بنته توفت النهارده يروح يشتغل ويؤدي شغله. فعندنا مجموعه من الناس، ولحد النهارده هتلاقي في حاجات مثلا بديع خيري هتلاقي اعماله لحد النهارده بتشوفها. صحيح. وده اللي صار، والاغاني بتاعته اللي هو طبعا عملها لسيد درويش. فدي مجموعه من الناس كونت وجدان الشعب المصري بشكل كبير جدا. طب احنا لازم يعني نروح نشوف مجموعه من الفنانين بيتكلموا عن الكتاب ده زي استاذنا الكبير رشوان توفيق. خلينا نروح نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، مع جزيل الشكر والاحترام والتبجيل للاديبه والاعلاميه الفاضله زينب عبد الله. الحقيقه انا مش عارف اشكرها قد ايه على انها فكرت فيا انا الفنان المسن ده في انه يتكلم عن كتابها. الحقيقه يعني ازاي عندها من الامانه والصدق انها تكلف نفسها وتبحث، لان انا بعتقد ان من محدش قبل كده فكر انه يبحث في اعماق هؤلاء الاعلام اذا كانوا من الفنانين او زي الامام الشيخ رفعت ولا زي الشخصيات العامه اللي الشيخ النقشبندي اللي انا ما اسمع صوته، يعني ببحث على اي قناه بيذيع الاذان عشان اسمعه هو بيقول الاذان بتاعه. وجدت صاحبه هذا الكتاب السيده زينب عبد الله وبعد البحث الجاد والهضم ان حياه الفنان تحمل وجها اخر غير الظاهر، وجدت احزانا ومآسي ودموع ثمنا باهظا يدفعه الفنان في سبيل القيام برسالته على اكمل وجه، حتى من يدخل البسمه والضحكه والسعاده في قلوب الناس. ووجدت الكاتبه ان من واجبها ان تظهر للناس وجها اخر لحياه الفنان حتى لا يظلمون في النظرة وفي الحكم عليهم. أتكلم عن الفنان الحقيقي لا عن الدخلاء. يعني احنا شفنا طبعا في آخر الفيديو طبعا الفنان يوسف شعبان، وكان ليه كلام يعني مهم على كتاب حضرتك وعلى أسلوب حضرتك في الكتابة، كمان على اختيار الشخصيات. بيمثلك ايه الشهاده؟ لا ده طبعا دي شهاده كبيره جدا من الاستاذ الكبير الاستاذ رشوان توفيق او من الراحل الفنان الكبير يوسف شعبان. هو كان تحمس للفكره جدا وانا كنت شغاله فيها، فحتى كان عنده فكره عن الموضوع وعن شخصياته وكده، فيعني حب يسجل الشهاده دي، ويمكن هتلاقيها في الكتاب مسجله بخطه وسجلها بالفيديو. لان هم طبعا الفنانين احنا بنشوف حياتهم قدام الكاميرات وعلى الاضواء، ما نعرفش ايه اللي هم عايشينه في حياتهم، ما نعرفش ايه العثرات اللي مرت بيهم، خاصه الفنانين بتوع الزمن اللي فات. لان احنا دلوقتي مثلا في زمن السوشيال ميديا الدنيا يعني اسهل شويه ان احنا نخش في حياه الفنانين. أيوة. لكن يمكن معظم الشخصيات او كل الشخصيات اللي حضرتك اخترتيها او اللي انا شفتها كمان في الكتاب فعلا الناس ما تعرفش غير فنهم، ما بالزبط. تعرفش غير شكلهم على الشاشه، ما تعرفش غير صوتهم في الاذاعه. اكيد طبعا. فقد ايه ده مهم في ثقافتنا النهارده؟ هو مهم جدا ان هو بيدي قدوه للاجيال. يعني انا بدي مش بس صوره الفنان او المنشد او المقرئ اللي بيتناوله الكتاب او المثقف، لا انا بدي صوره حتى لزمن القيم فيه كانت ماشيه ازاي، الناس كانت النجوم كانوا بيتعاملوا ازاي، العلاقات فيه كانت عامله ازاي. الكتاب برضو هنلاقي فيه مجموعه من الوثائق يمكن تنشر لاول مره، والصور بتنشر لاول مره، وحاجات بخط الايد. يعني مثلا هتلاقي بعض الكتابات للشيخ النقشبندي بخط ايده، جدول اعماله بيقول بكره انا هعمل ايه والنهارده بعمل ايه. في بعض طب انا عايزه اعرض لحضرتك مجموعه من الصور دي وتعلقيه عليهم على الهواء. ده هنا حوار مع الاستاذ خالد ابن الاستاذ حسن عبدين، من الشخصيات برضو الاستاذ حسن عبدين من الشخصيات السريه جدا اللي تناولها الكتاب. وكانت حياته برضو يعني فيها كتير من الاحداث، من اول ما كان عنده 17 سنه لحد وفاته، يعني كلها احداث من اول 17 سنه. هنا دي الصوره
اسره الاستاذ عبد الله وحمدي غيث، دول الاستاذ حسيني عبد الله غيث والاستاذه مي ومياده حمدي غيث وارمله الاستاذ حمدي غيث، العائله. وكان جو بصراحه اتكلموا عن ارتباط الاستاذ حمدي والاستاذ عبد الله وسيرتهم طبعا من اتنين من اكتر وحوش التمثيل يعني الاستاذ حمدي والاستاذ عبد الله، وحياتهم كانت عامله ازاي وهل كانت متشابهه. دي الاستاذه اميمه حامد مرسي، دي ابنه الاستاذه عائله راتب الوحيده، وهي يعني يمكن عايزه اقول ان هي توفاها الله ربنا يرحمها. يعني يمكن انا كان عندي في 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 الكتاب سباق مع الزمن، يعني انا عايزه الحق الجيل اللي هو شاهد هؤلاء النجوم وعاش معاهم وعنده ذكريات يمكن ما يعرفهاش الجيل اللي بعده. فمن ضمن الحاجات اللي انا عايزه تأرخيها يعني. فهي احنا فعلا في عندنا جزء من التراث بيروح مع الابناء اللي بيروحوا او الناس اللي عاشرت هذا الفنان او المقرئ او المنشد اللي عاشت معاه وبترحل. فالاستاذه اميمه الله يرحمها انا كنت قابلتها هي وحفيدتها الاستاذه جانا، لكن الاستاذه اميمه توفت بعد يمكن اللقاء بفتره بسيطه، ويمكن ده شفته في كتير، فده خلاني ده من الاسباب اللي خلت عندي شغف اكتر ان انا تبقي اسرع ان ابقى اسرع. المستشار ماضي توفيق الدقن ابن الاستاذ توفيق الدقن، وطبعا حياته سريه جدا الاستاذ توفيق الدقن، فيها كتير من الفكاهه ومن الاثاره ومن طب ايه اكتر الدم. الاسرار اللي كانت موجوده عند الاستاذ توفيق الدقن؟ استاذ توفيق الدقن حياته كلها سريه، ويعني هو كان متعدد المواهب جدا، يعني كان بيكتب وخطاط، بيكتب كويس جدا وبيلعب كرة قدم وكان هيحترف في نادي الزمالك، وكان يعني عنده مواهب كتيرة جدا. يعني يمكن في أسباب مثلا بين الضحك إن الأسباب يعني قد تكون ضحكة شوية، إن هو يعني كان هيحترف في الزمالك لكنه كان معتز جدا، شعره كان حلو وبتاع، فقالوا له هتحلق شعرك، فهو الراجل قال لك لا أنا مش هحترف. فده يمكن من الأسباب اللي أهدتنا فنان كبير، يعني هو كان بيحب الفن من صغره وكان عنده مواهب كتيرة. يمكن في الجيل ده هنلاقي عدد كبير جدا من الناس عندهم مواهب في مختلف المجالات. ده معانا الأستاذ محمد نور حفيد الأستاذ محمد عبد المطلب، ده حفيده. يمكن لما قابلته يعني أنا كان برضو كنت حريصة في الرحلة إن أنا لما ألاقي مثلا معلومات، يمكن الحفيد عاشر جده لحد 6 سنين فما يفتكرش كتير عن حياته، فكان يعني انا لما سالته اكتر حد يعرف معلومات عن الاستاذ عبد المطلب، لان المعلومات عنه كانت شحيحه جدا وانا ببحث معلومات قليله، فقال لي ان خازن اسراره ومدير اعماله اللي هو الاستاذ نور ابن الاستاذ محمد عبد المطلب الكبير، وكان بيشتغل مدير اعماله، ده مسافر بقاله حوالي 35 سنه مهاجر في المغرب، ويمكن كل اغلب الاسرار معاه وكل تفاصيل حياته. تواصلنا على الواتساب وعلى التليفون يمكن لفتره شهر عشان اجمع معلومات عن الاستاذ محمد عبد المطلب. طيب يعني من كلام حضرتك الاعداد والبحث لهذا الكتاب هو يمكن اكبر جزء يعني فيه، والبحث بيعتمد على اللي احنا بنسميها في الابحاث اللي هو البرايمري سورسز اللي هو الوثائق الاساسيه، ان احنا بنروح للمصدر نفسه. ايوه. الفارق ما بين ان انا اروح للمصدر نفسه واخد منه الاسرار والمعلومات من ان انا ابقى مثلا بقرا بحث لحد تاني او باخد من كتاب حد تاني وابتدي انا اعمل البحث بتاعي، الفارق ده وليه حضرتك كمان اخترتي بالذات انك تروحي للمصدر الاساسي؟ شوف حضرتك يعني لما تروح المكان اللي عاش فيه الفنان او عاش فيه النجم، لما تقابل حد من ريحته الحكايات والكلام بيبقى لحم ودم، مش مجرد انت بتاخد معلومه مثلا من على الانترنت او بتاخد معلومه من كتاب او لا، انت بتوصف اجواء، بتشوف المشاعر وهو بيحكي لك عن ابوه او عن جده او عن صفاته، الاجزاء اللي انت ما شفتهاش في حياته، يعني الاجزاء الدقيقه جدا اللي هو بيقول لك في لحظات حزنه ايه اعمق الظروف، اعمق لحظات الحزن اللي عدت عليه وتجاوزها ازاي، ايه الفترات اللي عاشها بعيدا عن الاضواء. يعني في كتير من نجومنا عاشوا فتره بعيدا عن الاضواء كانت مجهوله، يعني زي الاستاذ عبد الفتاح القصري في فتره في حياته مجهوله ما حدش يعرف عنها حاجه، اللي هي الفتره اللي هو الاخيره في حياته اللي بعد ما اصيب بالمرض ويمكن ذاكرته كانت شويه ضعيفه، ويعني الفتره دي كانت يمكن فتره مش موثقه كتير.
في برضو يعني في بعض الناس اللي هم عاشوا فتره من العزله، يعني زي الشيخ محمد رفعت مثلا في فتره في حياته حوالي 8 سنين او 10 سنين قبل وفاته، بعد ما اعتزل بعد ما احتجب صوته واصابه المرض، الفتره دي محدش يعرف عنها حاجه. ففي حاجات انت ما تقدرش تاخدها من كتب او من تاخدها من اشخاص عاشروا الشخص وشافوه في كل لحظاته وشافوا كل مشاعره. طب انا عايزه اعرف مين اصعب شخصيه كنت بتحاولي توصلي لها، اصعب شخصيه فعلا تعبتي وبذلتي مجهود كبير جدا لحد ما وصلتي لاسراره ووصلتي لحد من احفاده؟ هو في شخصيات كتير، يعني كان نوع الصعوبة بيختلف من كل مرة، يعني كل شخصية في نوع من الصعوبة معينة، وفي شخصيات كانت يعني متجاوبة وكانت سهلة جدا. في شخصيات زي مثلا الأستاذ محمد عبد المطلب، احنا الحفيد دلنا على الأب اللي احنا تواصلنا معاه عن بعد. يعني في الأستاذ عبد الفتاح الأسري ما كانش في حد من أسرته، يعني مفيش حد، يعني انا تعبت جدا على ما وصلت للأستاذة نجلاء الأسري بنت أخوه، ويمكن هي بعيده ما ظهرتش في اي مكان او في هي عشرته فعلا هي ما عشرتوش، هو توفى برضو يعني هو لان اخواته كلهم توفوا. انا عندي فضول اعرف مين اللي على ده. الاستاذ معتز ولي الدين شقيق الاستاذ علاء ولي الدين، وده في بيته والبيت اللي عاش فيه الاستاذ علاء ولي الدين. ده برضو كان يعني يمكن احنا بنشوف الجانب الكوميدي في حياه علاء ولي الدين، لكن حياته سرية جدا بالأحداث والأحزان. طب قولي لي حاجات ما نعرفهاش عن حياة الفنان الراحل العظيم علاء ولي الدين. والله الأستاذ علاء ولي الدين شخصية جميلة جدا، يعني أنا بحبه أصلا من فنه، لكن لما قربت ورحت بيته وشفته هو عايش إزاي، اتكلمت الحوار كان فيه الأستاذ معتز والأستاذ إسماعيل ابن عمه، يعني كان في بعض المعلومات يمكن بحاول أجيبها من أكتر من مصدر أو المعلومات عشان تبقى أكتر غزارة. ناس عاشت معاه بشكل كبير، في عنده جانب صوفي وجانب يعني شديد التصوف وشديد الإيمان، وجانب حزين جدا يمكن حتى عاشته أسرته من بعده. يعني هو في خبطات كتير اتعرض لها في حياته وكان بيتجاوزها زي ايه بقى؟ يعني مثلا هو من الناس اللي اترفضت في معهد، لما دخل معهد التمثيل اترفض مرتين وما كانش عارف هو بيترفض ليه، لحد ما حد من اللجنة قال له انت تنفع بلياتشو مش فنان. ورغم ده، رغم قسوة الموقف وانه راح مرتين او ثلاثة للامتحان، لكنه صمم وكمل واثبت للناس كلها ان هو فنان، يعني فنان كبير رغم قصر عمره. يعني عاش احزان، يعني يمكن هو كان اصيب بالمرض وبتاع، لكن كان بيقدر يتجاوز كل الاحزان اللي بتعدي عليه، اتهاجم والتعارض وناس شتمته وناس يعني وانتقد بشكل كبير جدا، لكن ازاي كان بيتجاوز ده. بعد وفاته برضو اسرته عاشت مأساة، يعني بعد وفاته بكام سنة أخوه التاني توفى في حادث هو وزوجته وسابوا طفل صغير، وبعدها والدته توفت. فهذا البيت اللي كان عامر بأهل الفن وأهل يعني، لأن والده الأستاذ سمير ولي الدين كان برضو فنان وكان يعني محب جدا للفن وكان فنان كويس وكان علاقته بالفنانين كبيرة جدا، وكان البيت ده كان مليان فن ومليان نجوم بيدخلوا، الأستاذ محمود المليجي، الأستاذ فريد شوقي، يعني تربى الأستاذ علاء ولي الدين في وسط الناس دي، وكان بيتهم مفتوح دايما. فلما تطلع وتلاقي أحزان هذا البيت اللي هو كان مليء بالناس دي، الأستاذة عطية عادل خيري المخرجة الكرتون الكبيرة، وحفيدة الأستاذ بديع خيري وابنة الأستاذ عادل خيري، وده البيت اللي هي ده بيت عادل خيري. الصور اللي ورا دي صور زوجته، والمكتب اللي ورانا ده مكتب عادل خيري، وفي صور ليه وهو موجود يعني قاعد على المكتب ده بنفس الشكل وبنفس الفازات وبنفس الأرابيسك اللي موجود في الأوضة اللي احنا عايشين فيها. فده اللي يفرق الحياة لحم ودم، ان انت بتنقل حاجات لحم ودم وكمان في صور جوه الكتاب نفسه، يعني حضرتك حتى في صور كتير هتلاقيها يمكن صور ما شفناهاش قبل كده، يمكن مثلا فنانه مديحة هنا حفيده الشيخ محمد رفعت، ودي كلها مستندات واوراق خاصه بالشيخ محمد رفعت، في صور منها للكتاب، يعني يمكن اول عقود عملها وعقوده اللي كانت مثلا ب3 جنيه ورسائل بعض القراء ليه بعد المرض وقبل المرض
طب انا عندي سؤال، هل كل البيوت اللي بتروحيها بتلاقي الاحفاد محتفظين بالمكتب وبالمستندات وبشكل الحاجه زي ما هي، ولا ممكن تروحي عندنا الاسرار وكل حاجه بس احنا مش محتفظين لا للاسف، بكل اللي لا فادي؟ طبعا للاسف مش كلها، يعني في طبعا الشيخ محمد رفعت بيته مش موجود حاليا، يعني مر عليها الزمن وحاجات اتهدمت وكده، ده الاستاذ محمد ابن الاستاذ فؤاد المهندس، واحنا في بيته هنا ونفس المكان اللي عاش فيه لا الاستاذ احنا فؤاد عند فؤاد المهندس. المهندس هنقعد ردود شويه بقى. الفعل على الكتاب في مشاركتك طبعا في معرض القاهره السنه دي، يعني كان شكلها عامل ايه؟ الحمد لله، يعني ردود الافعال، يعني انا شايفه ان هي يعني مجرد الناس ما بتشوف صور الناس على الغلاف، صور الناس اللي بتحبها على الغلاف، يعني هو يمكن في الكتاب فيه شخصيات اكتر من اللي على الغلاف، لكن بمجرد الناس ما بتشوف ان ده كتاب بيتناول حياة النجوم دول اللي ارتبطوا بيهم، وخاصة انت مش بتقول لهم معلومات ارشيفية، انت بتقول لهم في بيوت الحبايب، يعني احنا دخلنا البيوت وشفنا ما فيها، وهنوريك جزء انت ما شفتهوش، يعني في حياة مثلا الفنانة مديحة كامل هتلاقي فيه جزء اجزاء غامضة الناس بتعرفهاش، وبتتداول كتير من المعلومات اللي احنا بنسمعها عنها كتير مغلوطة جدا، زي سواء إيه بقى؟ الفترة يعني مثلا اسباب حجابها واعتزالها، بعض الاسباب موتها، يعني يمكن حتى دي. طب قولي لنا ايه اسباب حجابها واعتزالها؟ يعني هي في معلومات كتير تداولت ان هو ما اعرفش الفنانات المعتزلات والشيخ الشعراوي وكان ليهم دور، او ان بنتها هي اللي اتحجبت وكانت كارهه اعمالها وعشان كده هي اتحجبت في الاول ودعت امها ان هي تتحجب، ان هي علاقتها ببنتها كانت سايبه بنتها طول الوقت، كل دي معلومات لا اساس لها من الصحه. مرضها برضو وفاتها، احنا عندنا دي الاستاذه نجلاء الاسري بنت اخو الاستاذ عبد الفتاح الاسري، دي معلومات كتيره هنلاقي في جزء الغامض اللي احنا ما شفناهوش من حياه مديحه كامل هنشوفه في الكتاب. طب بتعمل ايه؟ انا عايزه ارجعك تاني للفنان الجميل فؤاد المهندس، اتفضلي كلميني شويه عنه، قولي لي ايه الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش. ده الاستاذ، يعني هو حتى ما ينفعش يعدي كده صراحه. ده الاستاذ طبعا استاذ الكوميديانات، وطبعا يعني تخرج على ايده وتعلم منه كتير من الفنانين، يعني كان شديد الالتزام، كان انسان رائع يعني، ويمكن هنشوف في حياته مع الفنانه شويكار طبعا العظيمه شويكار الله يرحمها، هنشوف حاجات نتعلم منها حتى مش فن، قصه حب نتعلم منها اخلاق، قصه حب انا قلت عنها ان هي اقوى من الطلاق والموت، يعني يعني هم لا قصه الحب دي لا انتهت بالطلاق ولا انتهت حتى بالموت، يعني بعد وفاته برضو فضلت الفنانه شويكار، انا كنت على تواصل معاها لحد قبل وفاتها، كانت دايما تذكره بكل خير، كانت دايما وقفوا جنب بعض حتى بعد الطلاق، كانت هي ما بتسيبهوش وهو مريض، يمكن في مأساة في حياته هي في اواخر حياته حرق، يعني اتحرق كل تراثه والحاجات اللي هي خاصة بيه والحاجات اللي كان بيحتفظ بيها وارشيفه، كان في اوضته وقاعد، وفي فترة كان هو يمكن قاعد فيها الى حد ما، وكان حاطط في الاوضه بتاعته كل الحاجات الخاصه بيه اللي بيعتز بيها من ارشيفه ومن افلامه وبعض مقتنياته، للاسف يعني حصل ماس كهربي. وكانت طب ايه ابرز الشخصيات اللي هي يعني كان فيها كلام كتير قوي مش معروف او كلام مغلوط وهي شخصيه تاني خالص في الحقيقه؟ يعني بشوف هو كل شخصيه انا بلاقي فيها حاجه مختلفة وحاجة جديدة، لأن أنت لما بتشوفه على الشاشة غير لما بتروح تشوف بيته وتشوف أهله وكده، يمكن مثلا الفنان توفيق الدقن كان رقيق جدا وخجول جدا ودموعه قريبة بشكل كبير جدا، يعني ممكن مثلا عكس شخصياته لو قطة يعني حصل لها حاجة ممكن يبكي، لو حد مثلا من الجمهور يتكسف هو يسلم على الناس لأنه بيعتقد إن الناس يعني ممكن تكون ما تعرفوش هذا النجم الكبير ده، في كتير كل شخصية هتلاقي فيها جوانب ما تعرفهاش، يعني مثلا في الفنانة مديحة كامل برضو هنشوف صورها في فترة بعد فترة الاعتزال وقبل وفاتها واللوحات اللي رسمتها بإيديها. هي طبعا يعني الكتاب الحقيقة يعني مليان، وإحنا ممكن نقعد نتكلم كمان عليه، شخصيات كمان مهمة جدا وأثرت في ثقافتنا وفي تاريخنا. أنا بشكرك شكر جزيل أولا على هذا الكتاب الأستاذة زينب عبد الله في بيوت الحبايب، الأبناء يفتحون خزائن الأسرار، بشكرك كمان على وجودك معنا في صباح الورد النهاردة. ألف شكرا، ألف شكرا، شكرا جدا، ربنا يخليك. طيب خلونا نخرج فاصل ونرجع لتاني فقرة.